الحمد لله رب المشارق والمغارب، خلق الإنسان من طين لازب، ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب، تفضل عليه فنوع له المطاعم والمشارب، حمله في البر على الدواب وفي البحر على القوارب. نحمدك ربنا حمد المستغفر الوجل التائب، وندعوك دعاء الطامع في المزيد والطالب، ونسألك يا ربنا أن تحفظنا من كل سوء حاضر أو غائب. أرأيت الأرض في دورانها كيف تماسكت بكل ثابت وسائب؟ أرأيت الشمس في أفلاكها كيف تعلقت بنجم ثاقب؟ أرأيت النمل كيف خزن طعامه؟ وهل للنمل كاتب أو حاسب؟ أرأيت النحل كيف ارتشف رحيق الزهور وجعل الشفاء مشارب؟ أرأيت الأنعام كيف ذللت وجادت بألبانها لكل حالب؟ أرأيت الرياح كيف سخرت فمنها الكريم ومنها المعاقب؟ أرأيت نفسك نائما وقد ذهبت بك الأحلام مذاهب؟ أرأيت الطفل كيف التقم ثدي أمه دون علم سابق أو تجارب؟ إذا رأيت هذا كله فاخشع فلا نجاة لهارب. ونصلي ونسلم على من تتعلق به الآمال، وإلى مسجده تشد الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج القروب. يا سيدي ولا أنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي. إني وقفت لنصر دينك همتي، وسعادتي ألا بغيرك أقتدي. لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيدي. ما حرفت أو بدلت كلماته، شلت يد الجاني وشاه المعتدي. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وآله صلاةً لا تعد ولا تحد ولا يحصي ثوابها أحد. أيها الجمع الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تبتم وطاب ممشاكم ومسعاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. يا من قدمتم لسنة من سنن خاتم الأنبياء، وهي سنة العزاء، حيث قال الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه: من عزى أخاه المسلم في مصاب له طوقه الله بحلة من حلل الكرامة يوم القيامة. في هذه الليلة القرآنية الكبرى التي أقامتها الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة، عائلات عبد الجليل الأكرمي تكريم الراحل الكريم والوالد الكريم رحمة الله عليه المغفور له بإذن الله تعالى، المرحوم الحاج علاء عبيده عبد الجليل، شقيق الحاج شحته عبيده عبد الجليل، كابتن جبر عبيده عبد الجليل،
ابن عم الحاج مصطفى الألفي عبد الجليل، معالي السيد اللواء الألفي الألفي عبد الجليل، مشاركة العموم عائلات عبد الجليل الأكرم أهل الواجب والأدب الذين تقدمون جميعا بخالص الشكر والتقدير لكل من جاء مشاركا واجب العزاء، وبخالص الشكر والتقدير والعرفان لكل القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية، سادة عمد القرى ومشايخ البلاد، رجال الأزهر والأوقاف، وكل من جاء إلى هذا المكان لكي يقدم واجب العزاء. أيها الأحبة الكرام، ويحضر معنا في هذه الليلة القرآنية المباركة علمين من أعلام التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، ذلكم الكل عالم القرآني والقطب الإذاعي الكبير، قطب التلاوة باتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية، صاحب الصوت الجميل والأداء المتميز أحكاما وتجويدا وتلاوة، سفير من سفراء القرآن الكريم، المحكم الأول دوليا في المسابقات العالمية، صاحب الصوت الندي والأداء الشديد الذي تشرف به الليالي القرآنية، ملك المقامات فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرب. شرفت أيضا بذلكم العلم القرآني، علم التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، صاحب الصوت الندي والأداء الشديد، قارئ صاعد بقوة في سماء قراء القرآن الكريم، فضيلة القارئ الشيخ محمد نبيل دراز. أيها الجمع الكريم، يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هيا بنا نعطر المكان بآيات الله الواحد البيان، والذي أنزل على نبينا العنان بصوت قارئنا الكروان، وهبه الله مزمارا من مزامير آل داود، تخلق بأخلاق القرآن وتأدب بآدابه، جعل القرآن الكريم غايته، وتجويد كتاب رب العالمين رسالته، قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي، فغوان اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، قارئ تشرف وتفخر به الليالي القرآنية، مثل مصر في عدد من الدول العربية والأجنبية، المحكم الأول دوليا في المسابقات العالمية، شيخنا فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك. أدعو فضيلته إلى منصة التلاوة كي يمتعنا بدقة أدائه وجمال صوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا الشيطان كان ضعيفا فقاتلوا الشيطان كان ضعيفا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة الصلاة وآتوا الزكاة
ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل
والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة كل متاع الدنيا قليل كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج
القراءة في العالم، مش طب القراءة، وطبي القراءة في العالم. ولا تظلم فتيلا أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله كل من عند الله كل من عند الله وإن أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله من عندك قل كل
قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما سيئة فمن نفسك ما أصابك من حسنة فمن الله وما رسولا وكفى بالله شهيدا وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله وأرسل
ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وكفى بالله شهيدا وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد من يطع الرسول فقد أطاع ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم بيت طائفة منهم غ
والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله. فأعرض عنهم وتوكل على الله. وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله. فأعرض عنهم وتوكل على الله والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن؟
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين وحرِّض المؤمنين فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. فقاتل في سبيل الله
فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها Thank you.
وإذا حييت بتحية فحيوا بأحسن منها على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله العظيم. سبحان من أعنت الوجوه لوجهه فهو الكريم يجيب من ناداه. هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون ترى. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام حلق بنا قارئنا في عنان السماء، عزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين. في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير علم مصر والعالم الإسلامي، كروان مصر وسفيرها الدائم في أرجاء العالم الإسلامي، المحكم الأول دوليا في المسابقات العالمية الذي تشرف وتفخر به الليالي القرآنية، الذي دائما ما يمتعنا في قرآن الفجر والأمسيات الدينية، ملك المقامات فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك. في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نكرم فيها الراحل الكريم رحمة الله عليه فقيد عائلات عبد الجليل الأكرمين أهل الواجب والأدب،
المغفور له بإذن الله تعالى الحاج علاء عبيدة عبد الجليل شقيق الحاج شحطة عبيدة عبد الجليل أستاذ جبر عبيدة عبد الجليل وابن عم الحاج مصطفى الألفي عبد الجليل معالي السيد اللواء الألفي الألفي عبد الجليل باسم عموم عائلات عبد الجليل الأكرمي تقدم بأسمائهم بخالص الشكر والتقدير والعرفان لكل القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية السادة عمد القرى ومشايخ البلاد رجال الأزهر والأوقاف وكل من جاء مشاركا واجب العزاء كما أشكر الهندسة الإذاعية محطات ديزل الكبرى المعرض الفني لإضاءة الحديث الذهبية لؤلؤة السرادقات وكبرى قصور الضيافة المتنقلة عبر جمهورية مصر العربية مخازن فراشة الكبرى صاحبها الحاج مجدي قضى الله وأولاده مهندس يمني قضى الله مهندس محمد قضى الله المقيمين بقفر شبرا اليمن شاكرا مصور هذه الليلة القرآنية المباركة صاحب الموقع الإسلامي الكبير على شبكة الإنترنت قناة المهندس رضا درويش القرآنية مخرج الحفلات الدينية المقيم بقفر شبرا اليمن كما أشكر خدمات الفندقية الممتازة المتميزة متر محمد رمضان المقيم بلهدورة المتر محمد عزمي والمقيم بأبو نبهان أيها الجمع الكريم ولنا لقاء آخر بعد قليل مع ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد نبيل دراز